السلام عليكم مشاهدي ومستمعي ومتابعي مسك، أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بألف خير. شهر رمضان المبارك ابتدأ وابتدت معه سلسلة من الكنوز والخيرات يلي لازم نستثمرها أكيد لحتى تتحقق أمنياتنا ودعواتنا تتقرب فيها من الله سبحانه وتعالى لحتى تنغفر الذنوب والخطايا. هو فرصة حقيقية أكيد لتطهير نفوسنا من الشرور والسموم. كيف هذا الشيء رح يصير رح تعرفوه أكثر ببرنامجكم معكم في رمضان اللي رح يكون على مدار ساعة كاملة من الوقت. رح يكون كمان محور الحديث فيه عن مجالين أساسيين مكملين لبعض، وهن الجوانب الصحية والطبية والتغذية والمشاكل اللي ممكن يواجهها الصايم. أما الجانب الآخر فهو الجانب النفسي والاجتماعي والأسري. أكيد رح يكون باستضافتنا نخبة من الضيوف الأخصائيين والأطباء الباحثين المستشارين والمرشدين وغيرهم الكثير. وما ننسى أنه فيكم تتواصلوا معنا أكيد عبر الأرقام اللي رح تظهر على الشاشة أو تشاركوا بتعليقاتكم من صفحتنا ببث المباشر على الفيسبوك أو اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم متابعينا بحلقتنا الأولى من برنامجكم معكم في رمضان. فاصل قصير وبنرجع بعده لنبدأ حلقتنا. أهلا وسهلا فيكم متابعينا عن جديد بحلقتنا الأولى من برنامج معكم في رمضان. برنامجنا معكم في رمضان رح يركز على كتير مواضيع بتهمكم وبتهم الصائم بشكل عام لحتى يكون صيامه سهل وهين وبسيط بإذن الله تعالى بدون ما يواجه أي من الصعوبات والمشاكل. رح نتطرق ببرنامجنا معكم في رمضان رح يكون من الساعة 11:30 للساعة 12:30 يوميا بإذن الله تعالى من يوم الاثنين ليوم الجمعة بإذن الله. مثل ما خبرناكم رح يكون في العديد من المواضيع ابتداء من المواضيع الصحية الطبية، جوانب التغذية، كيفية الطريقة المثلى لأن يكون الصيام سهل وهين بدون أي مشاكل. نحن على تقريبا صيامنا عم يكون باسطنبول وبتركيا بشكل عام عم يكون تقريبا 15 ساعة باليوم، فهو ليس بالأمر السهل، ربما يكون شاق في الكثير من الأحيان وخاصة للأشخاص اللي عندهم الأعمال الشاقة والجهد والتعب، وربما يكون أيضا خفيف وسهل بالنسبة للأشخاص اللي قاعدين بمنازلهم وما عندهم هاي الضغوطات الكبيرة اللي رح يعيشوها أو عم يمارسوها بحياتهم اليومية. خلونا نبلش بداية متابعينا نخبركم مين ضيوفنا بإذن الله تعالى اللي رح يكونوا معنا على مدار ساعة كاملة من الوقت. بفقرتنا الأولى أو بالقسم الأول من حلقتنا رح يكون معنا استضافة عبر الصوت والصورة بمكالمة الفيديو مع الدكتور محمد نديم الحاج وهو طبيب أسرة. رح نحكي نحن وياه سوا وندردش بعد قليل عن موضوع جدا مهم وهو ما هي الاستعدادات الصحية التي يجب أن نقوم بها حتى نقوم ليكون صيامنا سهل ويكون صيامنا بإذن الله ميسر وبدون أي عوائق أو صعوبات أو متاعب أو مشقة. هذا القسم الأول من حلقتنا بإذن الله تعالى رح يكون تقريبا للساعة 11 أو للساعة 12 تماما. رح نحكي مع الدكتور محمد نديم الحاج عبر الفيديو عن هدول الأمور وكل التفاصيل، وحتى أيضا نحن ممكن أي تعليق بيوردنا على صفحتنا على الفيسبوك أو حتى اليوتيوب مباشرة ممكن نسأله لطبيبنا اللي حيكون معنا بشكل مباشر وتعرفوا منه الإجابة الشافية أو الاستفسار حول المواضيع اللي رح نناقشها. أما بالنسبة لموضوعنا الآخر وهو القسم الثاني من برنامج معكم في رمضان، بقسمنا الثاني اللي بيمتد من 12 ل 12:30 رح نحكي عن موضوع بيتعلق بجوانب الأسرة، جوانب النفسية، الجوانب الاجتماعية يلي بتأثر بشكل مباشر أو نحن منتأثر فيها خلال شهر رمضان المبارك. طبعا بحلقتنا اليوم وكونه هي الحلقة التمهيدية والحلقة الأولى في برنامج معكم في رمضان، كمان رح نحكي عن الطقوس والتغيرات الاجتماعية الجديدة يلي منبلش نحن نمارسها ونعيشها بحياتنا اليومية بمجرد استقبالنا لشهر رمضان المبارك. يعني بما يتعلق بموضوع السحر، وجبة الإفطار، وأيضا السهر، ممكن القيام الليل والتعبد، وأيضا هدول التفاصيل البسيطة يلي صارت جزء من حياتنا اليومية اللي حنعيشها على مدار 30 يوم بإذن الله تعالى
شهر كامل فيما يتعلق بهي التفاصيل الصغيرة الاجتماعية اللي رح أن تكون مرافقتنا بشهر رمضان المبارك. نحكي عنها نتعمق أكثر فيها من الجوانب الاجتماعية وأيضا الجوانب النفسية، كيف ممكن هدول الأمور يأثروا فينا أو نتأثر فيهم بشكل أو بآخر. بإذن الله تعالى أيضا بشكل عام رح يكون في عنا جملة من التقارير المتعلقة بمواضيع الحلقة سواء تباعا أو يعني بإذن الله تعالى مثل ما خبرناكم خلال حلقاتنا القادمة. ما بعرف إذا صار جاهز الدكتور محمد نديم. تمام. بكل الأحوال متابعينا قبل نحن ما نبدأ بفقرتنا الأولى، فقرتنا الصحية والطبية مع الدكتور محمد نديم، رح نطلع لفاصل إعلاني وبنرجع بعده مباشرة لنبلش بحلقتنا، خليكم معنا. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بحيوية ونشاط، واستفد من عروض علاجك الطبية لعمليات علاج السمنة في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود تساعد حياً في تركيا بأفضل الشروط أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم.
اهلا وسهلا فيكم متابعينا بحلقتنا الاولى من برنامج معكم في رمضان، برنامجنا هذا اللي راح يسلط الضوء على مواضيع الصحيه والطبيه وايضا النفسيه والاجتماعيه باذن الله تعالى على مدار ساعه كامله من الوقت. قبل ما نبلش باولى فقراتنا ويكون معنا الدكتور اكيد محمد الحاج، بس بدي اخذ تعليقات بسيطه للشباب. نسيم البحر عم يقول منوره انسه، هلا يسعد لي اوقاتك ومبارك عليك رمضان وبرنامجك الجديد، كمان يسعد اوقاتك يا نسيم وشكرا لك. عبير كمان عم تقول كل التوفيق لك، هلا يسعد اوقاتك ورمضان مبارك عليكم، رمضانكم مبارك جميعا متابعينا. الاستاذ او الدكتور مباشرة محمد جاهز معنا، يسعد لي اوقاتك دكتور محمد. يسعد صباحكم ورمضان مبارك كريم عليكم وعلى السادة المستمعين جميعا. كل عام وانت بألف خير يا رب، وان شاء الله ايامك كلها وصيامك اكيد باذن الله تعالى مقبول وطاعتك مباركة باذن الله. ان شاء الله يا رب. الله يسلمك دكتور. بشكل عام نحن كنا عم نخبر المشاهدين والمتابعين انه نحن عندنا ساعات صيام طويله صراحه، يعني نهارنا وصيامنا عم يستمر تقريبا لمده 15 ساعه صيام كامل، بعدين عم تجي عندنا وجبه السحور، يعني ما في عندنا هالوقت الطويل بما يتعلق بالراحه بعد الاكل. اكيد في تغيرات فيزيولوجيه كبيره عم تصير بأجسامنا مباشرة مجرد انقطاعنا الطويل المفاجئ لربما عن الصيام وعن الطعام وابتداء بصيامنا. لو بتخبرنا أكثر بشكل طبي عن هذه التغيرات الفيزيولوجية. صحيح، نتيجة اللي عم يصير السيستم الغذائي أو النظام الغذائي للشخص طيلة الأيام الماضية عم تنقطع في يعني باول يوم برمضان عم بتغير هذا النظام الغذائي بشكل كامل، عم بتكون انقطاع مفاجئ. فاغلبنا ممكن يعتمد على انه يشرب قهوه او نسكافيه، هذا الشيء صباحا عاده بيكون، فبالتالي ماده الكافيين اللي كانت تدخل بشكل متوارد ومتواتر بشكل يومي صباحا انقطعت بشكل كامل. بالنسبه للناس المدخنين اللي كانوا يشربوا دخان، النيكوتين انقطع بشكل كامل. حتى الناس ممكن متعودين انه يفطروا صباحا، فبالتالي مجموعه من الاغذيه والعناصر الغذائيه فيتامينات ومعادن ايضا انقطع بشكل تام. صحيح، هذا شيء طبيعي راح يعطي تغيرات فيزيولوجيه طبيعيه غير مرضيه، يعني راح يتاثر فيها الشخص خاصه في اول يوم او اول يومين من الصيام، راح تتظاهر بانه ممكن يكون عند هذا الشخص في عنده صداع اللي اغلبنا ممكن يشعر فيه في اول يومين ثلاثه من الصيام، بالاضافه الى انه هذا الشخص ممكن انه ما يكون في عنده طاقه يعني حيويه كامله، ممكن يكون في عنده شويه ملل، في عنده شويه يعني انه ما عاد يحسن يقوم بالاعمال الروتينيه اللي بالعاده ممكن يكون فيها صباحا يعني. ولكن هذه التغيرات سرعان ما تتلاشى ويعني تبدا بان تدريجيا في خلال اول نهار او اول يومين من الصيام حتى يعود الجسم بشكل طبيعي كما كان سابقا. نعم جميل جدا دكتور، بالفعل هو نحن دخلنا مع البدايات الاولى لامتناعنا وانقطاعنا عن الطعام وايضا احتماليه ظهور هذه العوارض اللي رح ندخل فيها بالتفصيل اكثر، نبلش بعارض عارض يلي بالفعل اكثر الاشخاص ممكن يواجهوه وهو الصداع، لانه يمكن نتيجه شرب القهوة أو المنبهات والشغلات اللي بتنشط حسب التعبير الطبي. خلينا نبلش أول شيء بموضوع العطش والجوع. كثير من الأشخاص هلا شوي بلشت الدنيا يعني تربع أكثر وبلشت يعني ملامح الصيف تظهر وبلش تصير شوب. كيف فينا نحن نتجاوز موضوع العطش وأيضا بعض الأشخاص ممكن يشعروا مباشرة بموضوع الجوع؟ طبيا كيف نقدر نحن نحاول نفرمت امورنا اكثر بما يتعلق بموضوع ضبط الجوع والعطش؟ نعم، هلا لضبط موضوع الجوع والعطش اللي ممكن يصير معنا كصائمين خلال الساعات الطويله اللي مثل ما حضرتك تفضلتي 15 او احيانا ممكن يكون 16 ساعه. صحيح، صيام تام وكامل، فحتى نتغلب على هذا الموضوع ولو جزئيا يعني هو باهم نصيحه او اهم فكره لازم تكون هي انه نحاول انه نحب، يعني السحور هو شغله كثير اساسيه جميل لضبط هالنقطه موضوع العطش والجوع يعني.
لانه في كثير من الاخوه انه خلص الساعه 12 او 1 خلص بينام بيقول لا تلاقوني على السحور عشان بيكمل نوم. صحيح. هذا الشيء يعتبر خاطئ كليا، لانه يعني انت عم بتصوم بدل ما تكون 15 ساعه صار صيامك 18 ساعه صار 19 ساعه احيانا. فهذا الشيء عم يجهد جسمك وعم يجهد الاجهزه بشكل اكبر يعني. فاول نقطه هي دائما اكد عليها موضوع السحور، ويكون اخر وقت تقريبا يعني اخر وقت يكون دخل جوفك الطعام والشراب المغذيين. هذا الشيء ممكن خلينا نتغلب على موضوع الجوع. حلو. هلا موضوع العطش بالذات دائما بناكد على انه يكون بالسحور في عندنا الاغذيه التي تحتوي على عنصر البوتاسيوم. عنصر البوتاسيوم هو من الاغذيه اللي ممكن تحبس السوائل، فبالتالي ما تخلينا نشعر بالعطش في اثناء الصيام. وعلى النقيض تماما انه نحاول نبعد بشكل منيح عن الاغذيه التي تحتوي على عنصر الصوديوم. طيب دكتور معلش معلش تماما، انا هلا صار عندنا صوره واضحه انه بوتاسيوم يعني نضل ناكل او يعني ناخده من اجسامنا ونبعد عن الصوديوم. خلينا نوضح للمشاهدين والمستمعين شو هن الامور او يعني احد الامور او الماكولات او الوجبات او المشاريب اللي ممكن نلاقي فيها بوتاسيوم، وشو هن الشغلات اللي ممكن نشوف فيها الصوديوم لحتى يبتعدوا عنه بشكل كبير. تمام. إذا أسقطنا هذا الحكي العلمي البحث أو الطبي البحث على واقعنا تماماً يعني يسهل على مستمعينا ومشاهدينا هذا الكلام. الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم بالدرجة الأولى هو التمر والموز. فلازم يكون دائماً وخاصة في يعني الجو الحار. هلا الحمد لله الجو يعني جيد يعتبر. صحيح. ولكن ممكن هلا يوم عن يوم رح يكون يعني الجو يميل للصيف أكثر، وبالتالي ممكن يصير عندنا الموضوع العطش موضوع أساسي أكثر الصيام. فدائماً أكد على إنه يكون في صيام التمر أو أثناء السحور التمر أو الموز، لأنه هدول العنصرين يحتويان على يعني كميات لا بأس بها من عنصر البوتاسيوم اللي هو ممكن يحميه قدر الإمكان وقدر المستطاع من ما نشعر بالعطش الشديد. أما الأغذية اللي ممكن نمتنع عنها اللي تحتوي على الصوديوم طبعا بالدرجة الأولى هو الملح، لأنه الملح هو عبارة عن كلور الصوديوم. فلذلك دائما أكد على وجبة السحور لا تحتوي على الجبن، لا تحتوي على الزيتون إذا كان فيه ملح، لا يحتوي على المخللات والمكبوس او ما يدعوه، لان هذا كله يحتوي على عنصر الملح كلوروفوديوم، اللي هذا ممكن يخلينا نشعر بالعطش حقيقه بعد ساعه او بعد ساعتين من السحور بالفعل. يعني فكيف تمر هالساعات الطويله يعني. نعم صحيح. طيب دكتور، في بعض الأشخاص وخاصة ممكن الفئات العمرية الصغيرة بتقول إنه خلوني أشرب مي، ضل أشرب مي قبل السحور، إنه قد ما شربت مي كتير بصير ما بعطش. تفسيرك الطبي لهذا لهي الحركه، يعني انه الناس اللي بتشرب مي كثير قبل السحور او قبل ما يصير اذان الفجر، هل صحيح انه هي عن جد ممكن تكون بتسند الشخص لحتى ما يعطش اثناء النهار؟ هلا على سبيل الدعابه او المزاح فبنقول انه تخزين الماء وتوفير ماء هي خاصه بالجمل. هذه الخاصية ليست موجودة في جسم الإنسان يعني. فلذلك نشرب الماء هي حقيقة ما رح نستفاد منها على الإطلاق، رح تنطرح مباشرة تنقص من الجهاز الهضمي إلى الكلية وتنطرح في أول عملية تبول. تكون إحنا حقيقة ما استفدنا من هالكميات الهائلة اللي ممكن هذا الشخص إنه يشرب على السحور عشان إنه يخزن. خاصة التخزين ليست موجودة في جسم الإنسان، انما خلي يكون الشخص عنده سحور يشرب ضمن الكاسه او الكاستين ضمن الطاقه المحدوده، لان اكثر من هيك ما راح يستفاد منها على الاطلاق. جميل. طيب دكتور، نحن اذا بدنا ننتقل لموضوع ثاني، هي شوي حكينا عن موضوع العطش والجوع يلي ممكن مثل ما قلت نحاول قدر المستطاع ناخذ الاغذيه اللي بتناسبنا والمواضيع ما يتعلق بالمشروبات اللي ممكن تكون تدعمنا بهذا الجانب. اذا بدنا ننتقل لجانب الحركي، كثير من الاشخاص ممكن يقولوا انه انا اذا مشيت كثير او ركضت كثير او تعبت ممكن هذا الشيء يخليني اتعب وبالتالي صيامي يكون صعب، لذلك انا خليني اقعد بالبيت اشتغل بالبيت ما اضطر اطلع لا اتسوق ولا شيء. انت شو بتوجه نصائح لهدول الاشخاص اللي بيلاقوا انه النشاط الحركي ممكن يكون عن جد متعب للصائم؟ هلا هذا الحكي جزئيا صحيح يعني فيه شيء من الصحه. نعم. انه كل ما كان هذا الشخص هو يعني اشتغل اكثر او عمل او كان عمله شاق اكثر او مجهد اكثر او كان عمله تحت اشعه الشمس بشكل كبير، شيء طبيعي رح يصرف
من السوائل وراح يصرف من الشوارب اللي موجوده في جسمه، وبالتالي راح يشعر بالعطش. ولكن هذا الحكي بشكل عام يعتبر اكيد خاطئ، يعني ما الساده المستمعين انه يسمعوا منا انه معناته لازم ابقى نايم دائما تماما وما اروح على العمل، او بالنسبه للطلاب اني ما ادرس عشان ما اصرف طاقه. فنحن ضمن الشيء الطبيعي هذا ما بيأثر ابدا، هذا الشيء طبيعي تماما. ولكن نحن دائما نؤكد على انه احدى النصائح حتى الشخص ما يشعر بالعطش في اثناء الصيام هو ان يبتعد عن الاعمال المجهده والاعمال الشاقه. عم نحكي مجهده وشاقه، اما الاعمال الروتينيه هذا الشيء طبيعي ما في مشكله عليها ابدا. ان يبتعد عن العمل المجهد والشاق وخصوصا تحت اشعه الشمس، او حتى الرياضه ممكن تكون مفيده في الصيام، ولكن الرياضة الخفيفة ضمن التمارين الخفيفة إلى متوسطة. أما التمارين المجهدة فهي لازم يكون الشخص يعني مو صايم حتى يحسن يعوض السوائل والشوارب اللي ممكن يفتقد أثناء إما الرياضة الشديدة أو العمل المجهد الشديد. ممتاز دكتور صراحة بالفعل، هذا التوزيع والتصنيف والتمييز بما يتعلق بموضوع الأعمال المجهدة، وأيضا الأمور اللي نحن لازم أنه بما يتعلق بنشاطنا الحركي ما لازم نتوجس من أنه نحن نطلع ونفوت. الله يجزيك ألف خير على هالتوزيع والتصنيف المهم دكتور صراحة. لكن إذا ننتقل لموضوع آخر، كتار من الأشخاص هلأ عم محتارين صراحة شو ممكن تكون وجبة الإفطار بعد هالساعات الطويلة من الصيام. ممكن منلاحظ أنه كتار من العائلات بيتفننوا بعدة أنواع من الوجبات، وبالتالي بتلاقي في صار عندهم نوع من أنواع التخمة ما بعد الإفطار، وأيضا وجع الرأس، الأعراض هي اللي ممكن نلاحظها بشكل قوي بالفعل بتظهر بعد ساعات الإفطار الأولى. نحن أول شيء شو ننصح هون المشاهدين والمتابعين بوجبتنا للإفطار تكون طريقة يعني شو تكون، شو لازم نعمل أول شيء، كيف لازم نوزع الأكل، وبعدين كيف ممكن تكون الأعراض يلي تواجه الشخص الصائم ما بعد الإفطار. نحكي من الشق الأول وبعدين ننتقل للشق الثاني. تمام. هلأ حتى ما نكون كثير يعني نرجسيين زيادة ونقول إنه لا لازم يكون أكلنا على الليبر مثل ما بيقولوا أو هيك، لا أكيد رح نكون جوعانين بعد صيام طويل، ورح يكون في من الأغذية الموجودة على السفرة هي أغذية دسمة وأغذية طيبة ومحبة من الأكلات اللي ممكن تكون لذيذة، وحتى رح نكون جوعانين، يعني هذا الشيء رح يكون موجود يعني ورح ناكله. بس ولكن مثل ما حضرتك أسلفتي بالذكر إنه رح يكون في توزيع لهذا الموضوع. حلو. يعني إذا كان صار عندنا شوية تنظيم وشوي مو كثير يعني وشوية توزيع بسيط، هذا الشيء رح يكون يعني يعود على الصحة والفائدة بشكل جيد على الجسم بشكل عام وعلى الجهاز الهضمي لهذا الإنسان بشكل خاص. جميل. هلا اللي بصير عندنا نحن نتيجة الصيام الطويل الجهاز الهضمي يكون ارتاح بشكل كبير كبير، وهذا الشيء كثير ممكن يسقوه مرضى اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي مثل البولون العصبي، او مثل المرضى اللي عندهم قرحات معديه او قرحات عفاجيه. بقول لك انه انا اثناء الصيام كثير ارتحت، كنت كثير مرتاح. سبحان مع الله. الاسف لمجرد انه يبلش عندنا الافطار وتبلش دخول هالكميات الهائله من الاغذيه والمشروبات والاغذيه الصلبه والاغذيه الدسمه، فهذا الشيء هذا الشخص اللي كان عم بيعاني من راحه مفرطه رح يعاني من مشاكل مفرطة ما بعد الخطوة. لذلك نحن إذا شوي نظم هذا الموضوع بأنه يكون أول ما نبلش الإفطار ما يكون بجرعات ورشفات من الماء. جميل. وطبعا رح نكون أكيد عطشانين، فإذا كانت الماء كان نصف كاسة إلى كاسة ما في مشكلة يعني، فبس ما يكون أكثر من هيك. ولو كنا عطشانين نحاول نشرب الماء المي بشكل يعني رويدا رويدا مثل ما بيقولوا. النقطة الثانية لازم يكون في عندنا دخول التمر، كثير بنأكد على موضوع التمر أول ما يكون، لأن التمر يحتوي على السكريات البسيطة. ومثل ما هو معروف طبياً أن غذاء الدماغ هو الجلوكوز، الجلوكوز هو السكر. صحيح. فبعد الصيام الطويل هالساعات الطويلة هي رح يكون الدماغ حقيقة بلش يتعب، بلش ينقص غذائه، بالتالي حتى آخر فترة بنلاحظ إنه يعني ما بقى نجمع كثير، أو ممكن ما بقى صار عندنا تركيز بآخر ساعة أو آخر ساعتين. فعلاً. شيء طبيعي لأنه الدماغ بده غذائه، يعني بده الوقود تبعه يعني. فأول شيء بعد المي هو لازم نحكي بموضوع التمر. بضع تمرات، هي حتى كان سنة نبوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأنها فيها يعني. وطبيا اثبت هذا الحكي يعني، فبضع تمرات حتى ياخذ هذا الشخص السكريات البسيطه
اللي هي مباشرة ممكن خلال بضع دقائق تتحول لطاقة وجلوكوز للدماغ. هلا بعد المي وبعد التمر ممكن ننصح يكون الشوربة أو الحساء الدافئ، هذا لازم يكون كمان طبق أساسي ورئيسي على سفرة الإفطار، لأنه بيكون المعدة صلى فترات طويلة ما فيها يعني غذاء وطعام. فممكن إذا دخلنا شيء دافئ بشكل خفيف، ممكن تكون شوربة العدس، شوربة البصل، شوربة الخضار، أي نوع من الشوربة أو أي نوع من الحساء، بس المهم يكون دافئ. يعني هذا الشيء ممكن يعطي طاقة وحيوية وأريحية للجهاز الهضمي. هلا بعد الماء، بعد التمر، بعد الحساء، هون أنا أنصح، وهذا الشيء أنا خايف أن أنا أقوم فيه أنا وعائلتي بالأغلب، يعني اللي هو نتوجه لصلاة المغرب. هاي الفترة الخمس دقائق أو العشر دقائق هاي ممكن تعطي أريحية مفرطة للجهاز الهضمي، لأنه بعد الصيام الطويل صارت تنفق عليه الأغذية بالتدريج وبشكل بسيط، بعدين أعطينا فترة دقائق راحة للجهاز الهضمي اللي يبلش شغله ويبلش عمله. وبعد صلاة المغرب لازم أكيد هذاك وقت ندخل بالصفرة من اليبرق والمحشي وهالأكلات اللذيذة الطيبة يعني، بس ولكن أتمنى أنه يكون يعني ما نصل لمرحلة الإشباع ومرحلة الشبع المفرط، لأن هذا حقيقة رح يعود علينا بالضرر بعد الساعات القليلة بعد الإفطار يعني. نعم، طيب دكتور، في حال نحن لحتى نكون شوي واضحين أكثر وقريبين من الناس، كثير من الأشخاص ممكن يعانوا من وجع رأس، من صداع، من تقلبات بالمعدة، يحسوا أنه حالهم عن جد تقلوا، في حال ما التزموا بهذه النصائح المهمة اللي قدمت لنا إياها بالفعل، ممكن هون يكون في لهم طريقة معينة لحتى نخفف لهم شوي من هذا الصداع أو من هذا وجع الرأس أو حتى من أي عرض ثاني؟ ممكن في بعض الأشخاص بحسوا بلعية نفس، في أكثر من عرض يعني ممكن الشخص اللي الصائم وبعد الإفطار يحس فيها، شلون ممكن هون ننصح هون لحتى يخف وجع الرأس أو يعملوا شيء معين، طريقة معينة يتجاوزوا فيها هاي المشكلة؟ هلأ موضوع الصداع اللي ممكن يترافق مثل ما قلنا موضوع الصائمين في أول يومين ثلاثة أو حتى نعم. ممكن يكون بعد الإفطار ببعض الناس، فممكن نقول أنه لا مانع أنه هذا الشخص بعد الإفطار يتناول حبة الباراسيتامول أو اللي تدعى هي السيتامول أو القارول، ممكن تكون كفيلة بأنه تنهي له الصداع الموجود عنده. ولكن إذا كان في عندنا تخمة أو كان في عندنا نتيجة الأطعمة الهائلة اللي دخلت على المعدة، حقيقة هي لا يمكن أنه نساوي شيء غير انتظار يعني. فأنه ممكن نقول له هذا الشخص انتظر شوي لبضع ساعات، ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، حتى أنه يبلش الجهاز الهضمي، رح يكون صعب عليه حقيقة هضم الجهاز الهضمي هالكميات الهائلة من الطعام، فرح يصير في عندنا تلبك معدي، تلبك معوي في أول ساعتين ثلاثة، حتى يعني قدر الإمكان يحسن الجهاز الهضمي أنه يصرف هذا الغذاء. ولكن دائما نحن بنقول الوقاية خير من قنطار العلاج، فأحسن ما يصير عندنا التخمة ما بعد الأكل، نحاول نطبع يعني النصائح السنة النبوية اللي متصلنا أكدنا عليها، بالإضافة لنصائح طبية ممكن يكون كفيل بأنه ما يصير عنا هذا الشيء وبعدين ندور على الطرق العلاجية. نعم دكتور، بالختام أنا حابة بس أخذ منك هيك نصيحة، نصيحة مهمة بثواني قليلة، بالفترة اللي بين الفطور وبين السحور، في ممكن قبل يعني ما يصير السحور، ممكن هون الشخص ياكل شيء ولا ما بتنصح ابدا كمان انه يتم تناول اي شيء بهالفترة لحين فترة السحور؟ هلا هي نحن دائما بننصح بعد الافطار لازم الشخص ساعتين كاملات ما يتناول غير الماء بعد الافطار، فقط الماء، حتى ياخذ الجهاز الهضمي انه يبلش بالهضم، عمليه الهضم، ويبلش الطعام المهضوم يطلع من المعده ويروح باتجاه الامعاء الدقيقه والكلى. نعم جميل. هلا ممكن بعد الساعتين، لا مانع بعد الساعتين اذا كان شيء من الفواكه او شيء من المكسرات الخفيفه، ولكن دائما ننصح لا تكون الكميات كبيره، لانه فتره الافطار هي عندنا كلها ربع ساعه. ما شاء الله وضحت الفكره بشكل كامل دكتور محمد، انا بدي اتشكرك وبدي اعتذر منك صراحه لانه بالفعل داهمنا الوقت. كنت معنا الدكتور محمد نديم الحاج طبيب اسره، شكرا جزيلا لك على كل هالمعلومات. متابعينا رح نروح لفاصل دقه ساعه وبنرجع بعده لنتابع بحلقتنا، خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول.
منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم. واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى، نبدأ اليوم أمل جديد همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. عم تحلى حياتكم ربي وبيان.
انتو مية هالبستان فيكم ورق غصن الباب عصفورك يا مسكي غني معكم احلى يا خلاب نحنا زرعنا وانتو سقيتو فتح زغرك يا رمان عودة مجددا متابعينا ببرنامجنا معكم في رمضان البرنامج بحلقته الأولى. اليوم ابتدينا بفقرتنا الطبية والصحية وكنا مع الدكتور محمد الحاج يلي حكالنا كتير من النصائح بالفعل يلي ممكن تفيدنا نحن أثناء فترة صيامنا وأيضا تحضيرنا لصيامنا ليومنا الثاني وكيفية السحور ووجبة السحور شو هي المواد والأنواع معينة من المواد الغذائية اللي لازم تكون حاضرة بوجبتنا سواء كانت فيما يتعلق بوجبة الإفطار أو حتى وجبة السحور. فقرتنا الثانية بإذن الله تعالى بساعتنا أكيد رح مستمرين نحن معكم، لكن هالمرة رح نتناول المواضيع الاجتماعية والنفسية بهي الفقرة، التغيرات الاجتماعية، العادات، الطقوس الرمضانية الجديدة يلي نحن بلشنا نمارسها بشكل ممكن لا وعي نتيجة العادات ونتيجة ارتباطها أصلا ببيئتنا ومحيطنا. رح نتعرف مع الدكتورة مع الأستاذة كوثر جودة سعيد الأخصائية النفسية وأيضا هي حاصلة على الماجستير في الإرشاد النفسي. رح نتحدث سوا بإذن الله تعالى عن الموضوع المتعلق بالطقوس الرمضانية، هذه التغيرات الاجتماعية التي دخلت على حياتنا اللي بنمارسها بشكل ممكن لا إرادي أو بشكل إرادي كل سنة سبحان الله بشهر رمضان المبارك. شو هي أصلا هاي العادات؟ رح نتعمق فيها بشكل أكبر وأكبر بإذن الله تعالى. أيضا رح نتناقش موضوع جدا مهم ممكن نحن يعني منقوم بأدائه لكن هو صار جزء من حياتنا وهي عملية المعايدات وتبادل رسائل التهنئة والمباركات يلي مباشرة نحن مجرد قدوم شهر رمضان أو مجرد وقفة رمضان تجي أو حتى وقفة العيد وكل شيء مناسبات دينية تبلش أو تبدأ مباشرة نحن منصير منتبادل هاي الرسائل اللي إلها الكثير من القيمة الكبيرة يعني صراحة وبشكل حقيقي بيننا نحن سواء كان بين الأهل الأقرباء الأصدقاء أو حتى الأشخاص اللي ممكن أنا ما بذكرهم إلا بهذه المناسبات. هي فرصة بالفعل لأنه يصير عودة للعلاقات وتوطيد هي الصلات والتواصل وصلة الرحم بشكل خاص فيما يتعلق بالأقارب. رح نحكي أيضا عن موضوع آخر وهو تنظيم هذه الوجبات. نحن صار عندنا توقيت واحد سواء كان للإفطار أو للسحور عند جميع الأمة الإسلامية على اختلاف الساعات أو الدقائق ربما بين الدول، لكن هي قيمة تجمع العائلة واجتماعها على سفرة واحدة وعلى طاولة واحدة، ما هي دلالاته وأبعاده الاجتماعية وأيضا كيف ممكن هدول الأمور تأثر فينا أو نحن نتأثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر؟ بإذن الله تعالى رح يكون معنا رح تكون معنا الأستاذة كوثر. صارت جاهزة لما ما تصير طبعا الأستاذة كوثر الأخصائية النفسية جاهزة بإذن الله تعالى رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ومنرجع بعده مباشرة لنتابع، خليكم معنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران،
خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. نختتم معكم عام 2020 وقد أسهمنا بإدخال السعادة على قصص كثير من عملائنا، وبمحبة نعدكم بالمزيد. ابدأ عامك الجديد بابتسامة جميلة، واستفد من عروض علاجك الطبية لزراعة الأسنان وعلاجها في مدينة إسطنبول التركية. للخدمات الطبية في تركيا نحن علاجك. مسكوا عم تعالى هالراي، لمحبتنا أحلى حكاي، إيد الطبط بجرح وهم، إيد تغني فرحة تلم، إيد ترسم بكرة أحلى، خطط للأيام الجاي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، العيش معاها مسك بكل لحظة بنسمعها، مع مسك يومك مش عادي. مسك الحب بيجمعنا كلنا سوا، مسك الفرحة بغربتنا سوا. أهلا وسهلا فيكم متابعينا عن جديد بفقرتنا، رجعنا لكم أكيد اللي كنا عم نحكي فيها أنه رح نتطرق أكيد عن المواضيع النفسية والاجتماعية. بصرنا نستضيف الأستاذة كوثر جودة سعيد، الأخصائية النفسية والحاصلة على الماجستير بالإرشاد النفسي. بإذن الله تعالى رح نتناقش بمواضيع العادات الاجتماعية والطقوس الرمضانية الجديدة، يلي طبعا هي منصير نحن سبحان الله عم نمارسها بشكل واعي أو بلا وعي وبلا إرادة، نتيجة عاداتنا اللي تربينا عليها بجونا ومحيطنا وبيئتنا. بإذن الله رح تكون معنا الأستاذة كوثر لنتحدث عن كل هاي التفاصيل. أستاذة كوثر جاهزة معنا؟ لبين ما تجهز يسعد لي وقتك أستاذة كوثر. رمضان مبارك. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. وكل عام وأنتم بخير.
وانت بألف خير يا رب. اهلا وسهلا فيك يا استاذه كوثر. بصراحه نحن حابين نكسب من حضرتك وناخذ اكبر قدر ممكن من هي التجليات الرمضانيه، نتحدث عن العادات والطقوس الرمضانيه الجديده اللي هي بشكل او باخر دخلت تفاصيل حياتنا بمجرد ابتدائنا اول يوم من شهر رمضان. صراحه مفهومنا عن رمضان عم بيتغير بشكل مع السرعه بالحياه ومع تغيير العادات، فما عاد فقد معنى من زمان، وما بقي منه الا الامساك عن الطعام والعزايم الموجوده برمضان. فلذلك لازم نعرف شو هو رمضان. هو عمليه الإمساك عن الطعام والرغبات والمشاعر السلبية، وحتى الإمساك عن الكلمات والأفكار السلبية اللي نحن بتجي طوال السنوات. نعم جميل. أو طول فترة السنة. نحن عم نحكي عن مواضيع مشاعر سلبية، طعام متراكم مرتبط مع المشاعر، لأنه نحن بناكل بلا وعي. صحيح. ورغباتنا غير واعية ومشاعرنا غير واعية. فلذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. نعم صلى الله على سيدنا محمد. بالفعل هذا التوضيح الحقيقي لمعنى ويعني كيفية أنه نحن لازم نعيش شهر رمضان المبارك، ليس مجرد الامتناع عن الطعام والاقتطاعه من تفاصيل حياتنا اليومية، وإنما بالفعل هو العمل بهدول الأمور والابتعاد عن الكلمات والمشاحنات وكل التفاصيل السلبية مثل ما تفضلتي حضرتك أستاذة كوثر. طيب إذا بدنا نحكي بشكل أقرب، هل هذه العادات هي عم تأثر فينا كأشخاص كناس أم نحن عم نتأثر بهذه العادات؟ الإنسان متغير وعم بغير وعم ينظف مشاعره، هو إنسان فردي. يعني بيشتغل على الفردية تبعه، بس وقت الإنسان بيشتغل على الفردية تبعه بيأثر على الجماعة. فالتغيير أولا بيكون فردي، إنه كل واحد مسؤول عن حاله، عن تغيير مشاعره، تغيير أفكاره عن الصيام، وأنه يكون واعي. فهذا الوعي تبعه بينتقل للآخرين، لأن المشاعر السلبية هي عبارة عن هرمونات، وهي عبارة عن كهرباء بالجسم. صحيح. إذا الواحد يخلص منها فممكن الصيام بيصير هي كهرباء إيجابية وليست كهرباء سلبية. يعني نعم بالضبط أستاذة كوثر. طيب إذا حتى الصيام مو صحيح نزل على المسلمين بالسنة الثانية للهجرة، بس هو موجود من الأزل. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صحيح. نحن الصيام حتى الأنبياء عيسى ومريم وكل الأنبياء صاموا، وحتى وقت بيكونوا في ضائقة حزن، فالصيام هو عبارة عن تخلص من هذا الحزن. نحن شو بيصير فينا؟ ناكل أو منصوم لناكل ومو منصوم لننظف. صحيح. بالفعل هو أستاذة كوثر هو شهر رمضان فرصة لتطهير نفوسنا. ذكرنا بالمقدمة أنه نحن شهر رمضان المبارك ليس هو فقط يعني طقس من الطقوس، وإنما هو وسيلة حقيقية لحتى نكون قادرين على تطهير نفوسنا وأرواحنا وأيضا أجسامنا. يعني مثل ما ذكر الدكتور بالمقدمة دكتورنا محمد الحاج كان عم يحكي على الفوائد الصحية للصيام، أيضا نحن من الناحية النفسية فوائد لا تعد ولا تحصى للصيام، أليس كذلك أستاذة كوثر؟ مرتبط بالأحزان وبالمشاعر وتنظيف المشاعر وكذلك تنظيف الأفكار. تنظيف الطعام مثلا نحن منصوم طول النهار مشان نعمل أحلى الوجبات ومليئة بالأصناف المتنوعة، فلذلك لازم
نظف الطعام يلي مرتبط كان بالأحزان وبالغضب ونحن عم ناكل، هذا اللي اسمه الأكل الحسي. جميل هالتفريق. نعم. وتنظيف المشاعر، على الأقل نعمل صحن شوربة نفطر عليه، نفطر على الشغلات اللي نحن كنا بالأصل آكينا ونحن مرتبطين بالحزن بالغضب، مو قبل. فلذلك أنا بنصح أي حدا عنده حزن أو عنده غضب أو عنده مشاعر سلبية إنه يصوم عن الأكل وما يرتبط بالأكل لحتى يروح هي المشاعر السلبية. ومن الشغلات المفيدة التقنيات المهمة اللي نحن نستخدمها لتنظيف المشاعر هي الحمام، التنفس العميق مهم كتير، الاسترخاء مهم كتير، بس لازم ما نساوي استرخاء أو تأمل إلا إذا نظفنا المشاعر من خلال التنفس. صحيح. والحركة مهم، حتى نحن برمضان إذا حاولنا طوال نحن مو صايمين نعمل تنفس عميق حتى بيروح رغبتنا بالجوع، يعني يصير في عندنا حالة شبع لأنه الجسم بيكون متعطش للأكسجين. نعم نعم أستاذة كوثر، بالفعل هن التقسيمات مهمة للغاية، لكن هلأ نحن إذا بدنا نعمل نصائح ختامية ممكن نقدمها للمشاهدين والمستمعين والمتابعين فيما يتعلق بالناحية النفسية والاجتماعية اللي حترافقنا كونه اليوم أول يوم صيام، شو ممكن أنت تنصحيهم نصائح ياخدوها بعين الاعتبار أثناء الصيام وحتى طوال شهر رمضان المبارك؟ الصيام هو تحريق لكتلة الشفاء. نعم. لأنه نحن طول السنوات يعني طول السنة عم نحاول نملي كتلة الألم، طعام، سموم، أصلا نحن عايشين بين السموم، يعني الهواء الملوث، الطعام الملوث اللي معتمد على الأكلات السريعة. نعم. فلذلك رمضان لازم يكون هو تنظيف لهذا الشيء، تحريك كتلة الشفاء. وكتلة الشفاء تتحرك من طريق الصيام، تنظيف المشاعر. فهلأ مثلا يلي بيصير عنده تعب معناته أنه هو في مليء جسمه بالسموم. حتى بالقديم ابن سينا ولا الأطباء بالقديم كانوا يعملوا صيام حتى الأمراض العصبية والنفسية وبنصح دائما بالتنفس العميق والحركة لأنه هي بتساعد على إزالة مشاعر الرغبة بالأكل. ممتاز. نعم ممتاز أستاذة كوثر، بالفعل هن النصائح ذهبية وجوهرية، إن شاء الله يا رب يكونوا أخذوها مرة واحدة. مثلا نعم. التنفس العميق يعني على الأقل 70 مرة يعني باليوم أو مرتين أو ثلاثة. نعم. حتى الواحد يصير بوقت الإفطار يعني. أكيد أستاذة كوثر، بإذن الله تعالى حيكون لنا لقاءات وحوارات كبيرة ولاحقة بما يتعلق بهدول التفاصيل الصغيرة لحتى نتعمق فيهم أكثر ويكون في لهم فائدة أكبر حقيقية بشكل أو بآخر لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا ولكل الصائمين بشهر رمضان المبارك. أنا بدي أشكرك أستاذة كوثر جودة سعيد الأخصائية النفسية. إن شاء الله بتروح علينا هاي الظروف الصعبة، وكورونا كانت صعبة على الجميع. صحيح. ونستغلها لحتى ننظف أفكارنا ومشاعرنا ونستقبل العهد الجديد بدون كورونا إن شاء الله. آمين يا رب. الله يسمع منك أستاذة كوثر، بشكرك شكرا جزيلا إليك على هذا الحوار اللطيف، وبإذن الله حيكون معنا لقاءات لاحقة. متابعينا هي كانت حلقتنا لليوم ببرنامج معكم في رمضان، صراحة مشي ومضى الوقت بسرعة، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من النصائح الجوهرية يلي حاولنا نقدم لكم إياها سواء فيما يتعلق بالجانب الصحي والطبي وأيضا النفسي والاجتماعي. حلقتنا بكرة إن شاء الله موجودة بنفس التوقيت الساعة 11:30. تبقوا ألف خير. كنت معكم أنا هلا الملاح، إلى اللقاء. دكتور مسك، لقاح الانفلونزا الموسمية في هذا العام: عطاس وسيلان، تعب ووهن عام في الجسم، صداع ودوار، آلام في المفاصل والعضلات، علامات إنذارية تدل على أن هناك فيروس دخل في جسمك.